اللهم أصلح أحوال المؤمنين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، قلت وقولك الحق ألا إن نصر الله قريب، اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وامنحهم التوفيق والتمكين والعزة، إلهنا إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ المسجد الأقصى من رجز اليهود المعتدين، اللهم احفظه يا رب العالمين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن الغاصبين المحتلين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم ارفع ما حل بإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم فك حصارهم وفرج همهم ونفث كربهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واجبر كسيرهم وداوي جرحاهم وقبل شهداءهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود الظالمين ومن عاونهم، اللهم أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم شتت شملهم، اللهم يتم أطفالهم، اللهم رمل نساءهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين، اللهم شتت شملهم،
اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اجعلهم عبرة وآية اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود اللهم كن للمسلمين ولا تكن عليهم اللهم أعنهم ولا تعن عليهم اللهم وحد صفهم وألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم وحد صفهم اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم واشف صدور قوم مؤمنين اللهم ارحم موتاهم اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم واربط على قلوبهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم أنزل عليهم سخطك ورجزك وعذابك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي بلاد الشام وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ارفع عنا البلاء يا قوي يا عزيز اللهم ارفع عنا البلاء يا قوي يا عزيز اللهم أصلح أحوال المؤمنين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح أحوال المؤمنين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية قلت وقولك الحق ألا إن نصر الله قريب اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وامنحهم التوفيق والتمكين والعزة إلهنا إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ المسجد الأقصى من رجز اليهود المعتدين اللهم احفظه يا رب العالمين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين
اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن الغاصبين المحتلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارفع ما حل بإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم فك حصارهم وفرج همهم ونفث كربهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واجبر كثيرهم وداوي جرحاهم وقبل شهداءهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين ومن عاونهم، اللهم أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم شتت شملهم، اللهم يتم أطفالهم، اللهم رمل نساءهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعلهم عبرة وآية، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم كن للمسلمين ولا تكن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم وحد صفهم وألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم واشف صدور قوم مؤمنين، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم واربط على قلوبهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم أنزل عليهم سخطك ورجزك وعذابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي بلاد الشام وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا،
اللهم ارفع عنا البلاء يا قوي يا عزيز، اللهم ارفع عنا البلاء يا قوي يا عزيز، اللهم أصلح أحوال المؤمنين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أحوال المؤمنين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، قلت وقولك الحق، ألا إن نصر الله قريب. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، وامنحهم التوفيق والتمكين والعزة، إلهنا إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ المسجد الأقصى من رجز اليهود المعتدين، اللهم احفظه يا رب العالمين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن الغاصبين المحتلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارفع ما حل بإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم فك حصارهم وفرج همهم ونفث كربهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واجبر كثيرهم وداوي جرحاهم وقبل شهداءهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين.
اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم عليك بالصهاينة المعتدين اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الظالمين ومن عاونهم اللهم أنزل عليهم صاعقة من السماء اللهم شتت شملهم اللهم يتم أطفالهم اللهم رمل نساءهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم شتت شملهم اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اجعلهم عبرة وآية اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود اللهم كن للمسلمين ولا تكن عليهم اللهم أعنهم ولا تعن عليهم اللهم وحد صفهم وألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم وحد صفهم اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم واشف صدور قوم مؤمنين اللهم ارحم موتاهم اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم واربط على قلوبهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم أنزل عليهم سخطك ورجزك وعذابك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي بلاد الشام وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ارفع عنا البلاء يا قوي يا عزيز اللهم ارفع عنا البلاء يا قوي يا عزيز اللهم أصلح أحوال المؤمنين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليماً